حرين اللكسز هذا ها؟ S350 رادار وتحديد مسار تشغيل عن بعد ومرايا كهرب ستاير قزاز عازل وتبريد مقاعد وشاشة ملاحة سعره 169. $169,000 بي اس. قزاز قدام دبل بس ها؟ الداخلية لون أسود والسك الأرضية أسود والسقف رمادي والقزاز مدبل الأمامي بس. طبعا فائدة التدبيل يصير العزل أفضل. عندك هنا كرسي كهرب جلد أسود وفي تكاية بالنص مع تحكم بالشاشة المكيف. عندك هنا زرات الجلد هذه زرات تحكم. عندك زر تحكم هنا بالشاشة وحق المكيف بعد. طبعا بدون بانوراما فتحة بس. اسطبات ليد واربع حساسات ورا. طبعا شنطة عادية مو كهرباء. في ذاك تخزين مرات الثلاث وعندك هنا كرسي كهرباء وعندك هنا صفت مرايا سكر حساسات غسيل انوار دركسون كهربائي رافع تنزيل ازرار تحكم بالشاشة هنا ازرار تحكم بين شاشة المعلومات ورادار وتنبيه خروج عن المسار ومثبت سرعة بدون بروجيكتر وهذه الشاشة ستارت أزرار تحكم بالشاشة عندك هنا مكيف وفيها تبريد مراتب وهذه سكر ستارة عندك هنا هذه الوضعية حق القيادة والجير والماوس حق الشاشة هذا الماوس وتحكم بالشاشة عندك هنا تخشيب غامق ستة سلندر ثلاثة 0.5 كيلو في ستاير جانبية
بصمه على 4 بوان. سلامتك.